قبل ان تلقي محادثات السلام الخاصه بسوريا في سويسرا والمعروفه باسم جنيف 2، حذر وزير الخارجيه البريطاني ويليام هيغ من انه لا يجب توقع احراز تقدم كبير خلال المحادثات، لكنه اشاد في الوقت نفسه برغبه المعارضه في التوصل لحل سياسي للصراع الدائر في البلاد منذ 3 سنوات، وذلك لدى وصوله الى مونترو بالقرب من جنيف حيث تعقد المحادثات يوم الاربعاء. أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نتوقع إحراز تقدم خلال الأيام القليلة القادمة بما يمثل انفراجة كبيرة. إنهما طرفان يحضران مؤتمرا حاملين معهم وجهات نظر مختلفة عما استعدوا للقيام به، لكنه أمر جيد أن المعارضة جاءت على أساس التوصل إلى حل سياسي، والسؤال الآن هل نظام الأسد مستعد لإيجاد هذا الحل؟ يأتي ذلك فيما أكدت الحكومة السورية أنها لن تنسحب من محادثات جنيف 2 مع المعارضة والتي ستجمعهما وجها لوجه للمرة الأولى. عمران الزعبي وزير الإعلام السوري: بكل صراحة وبالعامية لن ننسحب، قاعدين سنخوض النقاش، لدينا حجج ولدينا أدلة ولدينا وقائع ولدينا وثائق سواء فيما يتعلق بالإرهاب وعلاقة بعض قوى المعارضة أو شخصيات المعارضة بالإرهاب المنظم. وأعرب الزعبي أيضا عن تفاؤل بلاده إزاء محادثات جنيف 2 والنتائج التي يمكن أن تحققها. من ناحية أخرى، عقد الدبلوماسيون الدوليون سلسلة من الاجتماعات في مونترو عشية انطلاق محادثات السلام السورية، وضمت الاجتماعات كل من وزيري الخارجية الأمريكي والروسي جون كيري وسيرجي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث السلام المشترك الأخضر الإبراهيمي. ولا يؤمن الكثيرون بإمكانية نجاح محادثات جنيف 2 في حين لا تظهر مؤشرات على انحسار الحرب الأهلية والعداوات السياسية الناجمة عنها، ويبدو تضييق الخلافات بين الطرفين المتحاربين مهمة شاقة. ويؤكد الدبلوماسيون في الأمم المتحدة أن اجتماع مونترو يوم الأربعاء ما هو إلا بداية، ويحتمل أن تعقبه محادثات أخرى في جنيف بدءا من يوم الجمعة، وقد تنتج عن الاجتماع بعض الاتفاقات لتخفيف معاناة المدنيين وتبادل السجناء. خالد حسين، رويترز.